سلم اختي. لاباس؟ الحمد لله. شو تقدمنا روحك؟ مساعد نسكن في قاصرين سيدي بوزيد بالحفي، اصلا قاصرين. اي. وعمري 17 سنة. جيت لهنا لتونس دور نلوش في خدمة. قديش عندك ملي جيت؟ عندي جامعتين، عندي جامعتين لهنا. ما لقيتش خدمة. هاني وليت لهنا يعني في الشارع. معناها توا متشرد قاعد في الشارع؟ في الشارع لهنا ندبر في راسي. كيفاش تدبر في راسك؟ فهمت؟ لازم عند عبيد كذا وكذا. معناها تتسول؟ لا نشروا ونبيع. معناها تدبر هكا في راسك في حاجات و تنشروا ونبيع. هي. انت كي جيت من القاصرين على اساس على امل انك تلقى هنا خدمه وكل شيء؟ جيت باش ني في بالي فما خدمه لهنا شوي تونس ما فيهاش خدمه. انت اول حاجه ما زلت صغير معناها ما كملتش قرايتك هكا ولا؟ ما كملتش قرايتي. علاش ما كملتش قرايتك؟ خاطر الوالده عملت عمليه شيخ ان شاء ربي يشفيها وهذيك اميمتي ان شاء الله نكون بكربي. الظروف الماديه في داركم يعني في عائلتك صعيبه شويه يعني ما تنجمش تكمل قرايتك؟ لا صعيبه ما نجمش نكمل قرايتي. انت الوحيد معناها في عائلتك ولا عندك خوي؟ عندي خويا كبير، عندي زوز اخوات تو. عندي خويا اكبر منه زوز في الحبس. يعني انت تتصمد ما تكفل بامك؟ ايه نتكفل بامي واخواتي زوز في الحبس. غاديكا في القاصرين ما لقيتش خدمه بعد ما خرجت من القرايه كل شيء يعني شنو عملت؟ ما عملت شيء اختي في القاصرين قونت مع جميع اصحابي ودونا نحرق حبيت. باش تحرق؟ ايه. شو ما سالش قدرة ربي. ما سالش ربي. ايه وصلت المهر الاقليمية. ورجعوني. قديش هذايا؟ انا عندها تو عندها ياسر كيك. قديش الحرق؟ بزوز مليون و 400 حرق. منين جبتهم زوز مليون و 400؟ نخدم كنت نخدم في القاصرين خدمت. يعني خدمت في القاصرين بالذمة تلم في الفلوس للحرقة. للحرقة هي. ما وصلتوش وزوز ملايين ما رجعوش؟ ما رجعوش اختي. شو على رواح؟ شو على رواح؟ انت من بعد قررت انك تجي لتونس لهنا؟ قررت باش نجي لتونس لهنا وزيد دبر فلوس وزيد نحرق. معناها مصر على انك تحرق هكا؟ ايه جيت باش نحرق. خلت هنا كي رجعوني ضربت روحي حليت بدني كل. عليه؟ هك يقدموني في فلوسي علاش؟ ورجعوني بعد لو وصلت يرجعوني. ضربت روحك وبعد يعني ما غش. غششت يعني ضربت روحك. جيت لتونس هنا كيف ايه معناها توا قلت لي تعيش في الشارع؟ نعيش في دارنا كاري حوش في حي. كاري في بلي تعيش في الشارع؟ لا كاري في حوش في حي طيب مهيري نسكن فيه وحدي. قداه كاري؟ كاري 130 دينار. اي معناها انت عندك مدخول انك باش تخلص الكراء. هاني نبيع في التليفونات نشر ونبيع نتاجر هاني واقف على روحي معناها. حاجة باهية انك انت معناها قاعد تخدم يعني ماكش واقف. تليفونات نشر فيها شدني على الحاك. هي راهي نشر فيها بفلوسي شدني يقول لي مسروقة التليفونات. يعني التليفونات كيف ما قلنا طلعت كلها مسروقة بريس. مسروقة هي. ايش تعمل انت كي تعرف معناها يقول لك راهو التليفون هذايا مسروق شنو هي معناها؟ ايش نعمل كي يقول لي التليفون مسروق خصوصا الماركة ساعات نعدي نهار بشوشة ونروح ساعات يعدوني نعدي حبس. دخلت الحبس زادة. دخلت هي. خاطر تليفونات. تليفونات هذيا. باش نسألك سؤال لو تسمح انك تجاوب بصراحة، جربت مرة براكيت ولا سرقت ولا حاجة؟ جربت. براكيت وفكيت. هي خاطر لازتني الظروف. وتو نطلب منهم السماح لبراكيت هذوما وفكيت لهم حوايجهم وسامحوني، خاطر صارت علي اللغة لزيت ما قلت ما نعمل. وحاشاك سرقت. ليه إذا نحكي حكاية. ربي يخلص فيه وحل فارس وربي يخلص وحل غير ذري خالتي للزوز وكاو. يعني انت تعديت على متاع العبيد؟ تعديت على متاع العبيد في ظروف ما هيش قد بعض. يعني تلزيت حب تقول؟ تلزيت. ولو مهما ولو نتلزوا يعني ما تعدوش على حاجة متاع غيرنا يعني ما نبروش للسرقة. خدمت على روحي. خدمت على روحي وكل شيء ما سهلش قدرة ربي. تلزيت فكيت وبركيت وبيعت وصرفت على الدار وصرفت بنات اولاد بنات اولاد شنو مره بركيت قداش من مره سرق؟ من ولدت من عمري سبع مرات هكاك تو. ولا
البراكاجيت اللي عملتهم الكل والسرقه اللي عملتها الكل في تونس هنا العاصمه في القصرين؟ العاصمه هنا في تونس. بعد العمليات السرقه والبراكاجيت اللي عملتهم هذوكم صارت لك انت وتبراكيت؟ تبراكيت وهاو ضربوني وهاو تضربوني وضربوني لهنا حشي وهنا ضربوك زيدا؟ ضربوني مين تبراكيت؟ الباب عليو. الباب عليو في الليل؟ لا لا في النهار. النهار زيدا يعني جربت الموقف؟ جربت الموقف وجربت. شنو رايك؟ وانت كنت تعمل في نفس الحاجه بالضبط معناها؟ ما عجبنيش الموقف، حسيت انت حقره. الناس تلزيت هم تلز ورجع عملت الفازة يعني رجعوا للفازة على غالب تلزيت دون وهداني يا رب. النفس اللي عملته تعاود ارجع لك ان شاء ربي سامحني وذاك هو ترضى علي الوالد وذاك هو. تطلب السماح من اللي هزيت منهم من عندهم؟ ما نطلبش منهم السماح. العباد اللي هزيت لهم معناها ما نطلبش منهم السماح؟ ما نطلبش منهم السماح. عليه خاطرك هزيت رهم عاودوا طيحونه وعملوا لك كيفك. البراكيت لهم عاودوا هما براكوك؟ نعم. انت سبعة بيت معناها قلت سبع مرات يعني مرات. ما نصورش سبع مرات نفس الشخص معناها. منهم واحد مانيش ما نطلبش منه السماح طول للموت للرضو عليه الحجرات ولا نطلب منه السماح. اما معناها صي نادم انت على اللي عملته؟ وعلى اللي عملته كل شيء. معناها صي ما عودتهاش من اخر مره؟ بطلت ما عودتهاش، بطلت شارين تليفونيات وبيع وبطلت البراكاجيات وبطلت السرق وان شاء ربي يهديني يا ربي حني. انت مشيت توا اليوم شنو تطلب بالضبط؟ اليوم شنو نطلب؟ نطلب من قيس سعيد خوياني زوز مربوطين حتى في العفو ما سايبوهمش مع الدين، واخويا عنده محكوم 3 سنين الله يخلص واحد خويا غيث هذاك خويا وذراعي اليمين. خويا فارس هيا النجم ما يسالش يقول عليهم تفصيلات. قالوا جميل ومنيا والدمعة ريتم للكياس وخويا هزيته لحبيس. باهي راح. قالوا تحقيق الثاني، تحقيق الثاني براس السمعة سيدي عيش قدامك كثير رب الريش. باهي الحمد لله يعطيك الصحة. شكرا.